سعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم ساعدت أجواء مستقرة في عموم المناطق، ويتوقع أن تستمر هذه الأجواء المستقرة خلال الأيام القليلة القادمة. توقعات الجوية هذه الليلة للعاصمة الرياض تسود أجواء غائمة جزئية، 11 درجة مئوية، ملموسة 10، رطوبة حوالي 70%، والرياح تكون جنوبية خفيفة السرعة. انتقل الآن وإياكم لتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة. اليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا طقس مستقر وصافي 18 إلى 6، عرعر 17 إلى 5، وتبوك 20 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 25 إلى 17، جدة 31 إلى 23، مكة المكرمة 32 إلى 21، والطائف 24 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 16 إلى 13، أبها 20 إلى 14، وجازان 29 إلى 26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 21 إلى 12، حفر الباطن 19 إلى 7، والإحساء أتربة مثارة 22 إلى 11 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 22 إلى 11، بريدة 20 إلى 8، وحائل 16 إلى 4 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.